طيب نروح بقى لجولتنا اليومية صحفيا ونتعرف من خلالها على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعالمية مع الزميلة العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة الشروق. صباح الفل عليك يا مريم، ومستنيين نسمع منك وخصوصا الأخبار اللي بتتعلق بتألق مجموعة من اللاعبين المصريين في رياضات مختلفة امبارح بصفة خاصة ميار شريف النني وغيرهم. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. نقدر نقول إن هو صباح مصري أصيل فعلا زي ما أنت قلت يا كريم بالظبط، لأن يعني أسماء المصريين في الخارج تصدرت جميع العناوين الصحفية في كل الصحف العربية والعالمية وكمان المصرية. بس بدايتنا طبعا مع ميار شريف، لأن هي كانت الحدث الأبرز يعني منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم. عايز أقول كمان أنه بالرغم من الأحداث اللي شهدتها مصر في الساعات الأخيرة، الأحداث الهامة طبعا وأبرزها انتخابات مجلس النواب، إلا أن ميار شريف استطاعت أن هي تحجز مقعد هام جدا ما بين العناوين الصحفية. البداية من سكاي نيوز عربية، إنجاز تاريخي للفتاة الذهبية ميار شريف تتوج ببطولة تشارلستون الدولية للتنس. طبعا يعني صحيفة سكاي نيوز عربية أبرزت تتويج ميار شريف بطلة مصر في التنس ببطولة تشارلستون الأجنبية أو الأمريكية الدولية للتنس بعد تفوقها على البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 130 عالميا في نهائي البطولة، ده طبعا بمجموعتين 6-2 و6-3. وكمان يعني عايزين نقول إن ميار توجت أو فازت في 8 مباريات متتالية لتسطر التاريخ من جديد، أو كمان يعني حجزت مقعد هام جدا أو قدمت يعني بطولة هامة جدا في تاريخ مصر للتنس في أمريكا. كمان عايزين نقول إن فازت ميار المصنفة 164 عالميا، غيرت تصنيفها تماما ليصبح من 164 ل 132. قبل كده فازت ميار على البلجيكية الرومانية جابرييلا تالبا في جولتين 3-6 6-3 و6-1 وتأهلت لنصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. عايزين نقول كمان يعني أبرز التصريحات اللي تنقلتها الصحف لميار، ميار قالت إن دي مجرد بداية، هي شايفة أن بطولة تشارلستون مجرد بداية لأن هي هتشارك في بطولات كتير خلال الفترة المقبلة، وشافت أن سلمة على سلمة هي هتصعد. كمان قالت أن يعني فيروس كورونا أكيد أثر على تدريباتها خلال الفترة اللي كل الناس اتأثرت بيها، ولكن هي كانت بتحرص أن هي تستمر في تدريباتها البدنية واللي طبعا يعني أهلتها للفوز بنهائي تشارلستون الدولية. كمان قالت أن هي بتتلقى دعم كبير جدا من مؤسسات مصر المختلفة، وعلى رأسهم طبعا وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وإن هي مستنية إن هي تنزل مصر بفارغ الصبر علشان يعني تبين كل الدعم اللي هي تلقته من هذه المؤسسات. وكمان جابت سيرة محمد صلاح، قالت إن هو يعني لم يلتقوا بشكل مباشر أو إن هم ما تكلموش بشكل مباشر، ولكن إن هي بتتلقى منه كل الدعم خلال الفترة الماضية على مواقع السوشيال ميديا لما بتقدم شيء ممتاز أو بطولة في بطولات التنس. هيكون معانا يعني جولة في تناول الصحف العربية والمحلية لفوز ميار شريف من الشرق الأوسط نيويورك، تتويج تاريخي للمصرية ميار شريف ببطولة تشارلستون الدولية للتنس، من يلا كورة بعد التتويج قفزة تاريخية لميار شريف في التصنيف العالمي زي ما قلنا من 164 ل 132 في التصنيف العالمي للسيدات تنس. كمان من موقع في الجول، ميار شريف تواصل كتابة التاريخ وتحقق لقب تشارلستون، من صحيفة المصري اليوم، ميار شريف تدخل التاريخ بعد التتويج بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس. عايزين نقول كمان ان وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي قدم التهنئة في بيان صحفي رسمي لميار شريف، كمان قال وأشاد بقى أدائها والنتائج المبهرة اللي هي بتحققها، وشايف ان التنس بقى في مكان تاني خالص، او يعني مكانة مصر في التنس بقت في مكان تاني خالص بسبب ميار. كمان اللجنة الأولمبية هنوها على النتائج المميزة وقالوا ان هي طبعا رفعت راية مصر عاليا.
نروح لنجمنا طبعا النجمة محمد صلاح من موقع الشروق. هدف صلاح لا يكفي، التعادل الإيجابي يحسم قمة السيتي وليفربول لصالح ليستر. انتهت قمة مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل الإيجابي 1-1 في قمة مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. أحرز الهدف لليفربول محمد صلاح طبعا في ركلة جزاء حصل عليها ساديو ماني على ملعب السيتيزن أو الاتحاد. سجل صلاح الهدف في الدقيقة ال 12. عايزين نقول على هامش المباراة حصلت زي مشادة كلامية ما بين صلاح وساديو ماني، ولكنها يعني انتهت سريعا. يقال أو تناولتها الصحف أنه المشادة حصلت بسبب أن ساديو ماني حصل على ركلة الجزاء، ولكن صلاح هو اللي سدد هذه الركلة. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يعني وضع زي أغلب مدربين العالميين بيضع صلاح الأول في تسديد ضربات الجزاء، وده يعني شيء متعارف عليه. يمكن المشادة الكلامية لم تكن الأولى بين ساديو ماني وما بين صلاح، يمكن حصل الكلام ده في الموسم الماضي. تناولته برضو الصحف قالت أنه كان فيه نوع من الأنانية لكل منهم، ولكن عايزين نقول رغم كل اللي بيحصل ده في ما بينهم طبعا يعني نوع من التآلف وفي بينهم نوع من الصداقة أيضا، ولكن كان لازم نقول أن الصحف أبرزت هذه المشادة اللي حصلت خلال مباراة أمس. بعد الهدف اللي طبعا سدده امبارح نجمنا نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، اعتلى او وصل صلاح للقمة على يعني القائمة هدافي الدوري الانجليزي بيعني نتيجة او يعني حصيلة 8 اهداف. من موقع مبتدا، تريزيجية تفوق على النني، أستون فيلا يقصو على أرسنال بثلاثية. حقق أستون فيلا فوز كبير بثلاثية نظيفة أمام أرسنال أمس الأحد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز. الهدف الأول في دقيقة 25 يعني تم احتسابه لمحمود تريزيجية، ولكن عاد مرة أخرى احتسابه لساكا في الشوط الثاني. واصل أستون فيلا يعني أهدافه بهدفين. عايزين نقول أن تريزيجي قال أن النني لاعب مجتهد جدا، بما أنهم اتقابلوا مبارح في مباراة أستون فيلا وأرسنال. قال أن النني مجتهد جدا، وبسبب اجتهاده استطاع أنه هو يوصل للعب في أرسنال. وكمان قال أنه اللي يشوفه ممكن يقول أنه هو لاعب عادي، ولكن اللي يشوفه داخل الملعب بيقول أو بتظهر نتيجة هذا الاجتهاد بشكل كبير جدا. من صحيفة ماركا الإسبانية، سولير وجايا لم يرحم ريال مدريد. الصحيفة المعروفة طبعا بميولها المدريدية أبرزت الخسارة المدوية لريال مدريد أمام فالنسيا بهدف مقابل 4 أهداف في الدوري الإسباني. ماركا كتبت أن كارلوس سولير وخوسيه جايا لم يرحم ريال مدريد رغم تقدم كريم بنزيما في في الهدف الأول طبعا. وريال مدريد يمكن نقول أو ماركا الإسبانية قالت إن هي يعني ريال مدريد ارتاح لما هذا الهدف أحرز، ولكن يعني بعد كده أصبحت المباراة أشبه بمصارعة الثيران ونجحوا في تحقيق فوز كبير على ملعبهم. وأخيرا من موقع سوبر كورة، منتخب مصر ينتظر وصول محمد صلاح وتريزيجيه والنني اليوم. النهاردة منتخب مصر بقيادة حسام البدري بينتظر وصول الخماسي المحترف في الخارج، محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وكمان أحمد حجازي، وده للمشاركة في المباراتين أمام توجو يوم 14 و17 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا. زي ما احنا شايفين دي كانت أخبارنا كلها بتتناول أخبار أبنائنا المصريين في الخارج في مختلف الصحف طبعا من موقع جريدة الشروق. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. نشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليكي.